ابو سامر من الخليل، خليل الرحمن. اهلا يا ابو سالم. يا ابو سامر، السلام عليكم. مساء الخير استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك يا اخو؟ كيف حالك؟ الحمد لله، والله الحمد لله رب العالمين. قول لي بقى، لما سمعت الناس النهارده في عمان بتهتف لفلسطين، والناس النهارده في قلب القاهره على الفطار في المطريه بتهتف لفلسطين وغزه، كيف احساسك كمواطن فلسطيني؟ والله احنا يا استاذ احمد لما نشوف يعني ضوء خافت في نفق مظلم، يعني زي ما تقول بنستبشر فيه. يعني هذا زي ما تقول أستاذ أحمد أقل القليل اللي مطلوب من الشعوب العربية والإسلامية. صحيح. هذه قضية مش قضية فلسطين، هذه قضية يا عم والله، هذه قضية يعني بتهم كل واحد مسلم. وإحنا طبعا قدرنا أن نكون في هالبلاد ورأس حرب في هالقضية، ولكن يعني العرب والمسلمين يعني اللي أنت لو بتشوف المظاهرات في أوروبا بتقول العرب بيسووش إشي، أما كل واحد بيعمل يخلف عليه بارك الله فيه، وإن شاء الله يكون هذا سهم إله في الشرف هذا. طب أنا عايز منك تعليق يا أبو سامر، بس خليك معايا أعرض معاك خبر كده، بس لو هيحطك في حرج بلاش تعلق. بيقول لك السلطه الفلسطينيه، السلطه الوطنيه، سلطه محمود عباس وحسين الشيخ وشركاء، بتعارض اطلاق سراح مروان البرغوثي. هم رافضين ان اسم مروان البرغوثي، هذا الرجل الوطني اللي من عيله كلها يعني وطنيه ومشهود ليها في فلسطين، بيعرضوا ان اسمه يكون ضمن اي قوائم لصفقه تبادل ما بين حركات المقاومة وعلى رأسها حماس والجيش الاحتلال الإسرائيلي. رافضين، السلطة رافضة. تخيل كده ان السلطة الوطنية اللي قوامها وأساسها حركة فتح رافضين اطلاق سراح مروان البرغوثي ابن فتح القيادة الوطنية. تعليقك ايه يا ابو سامر؟ ولو في حرج بلاش تعلق يعني. لا لا لا، فيش ولا حرج ولا شيء استاذ احمد. اول شيء بالنسبة للاخ مروان البرغوثي، طبعا تاريخه النضالي معروف، وله في السجن 22 سنة. وطبعا مروان البرغوثي لو ربنا قدر وفك أسره يمكن هو يقعد محل محمود عباس. يمكن ولا أكيد؟ عارف يمكن ولا أكيد؟ والله العلم عند الله، بس بنقول يعني لا. أنتوا كشعب فلسطين، يعني أنا ما بشوف الفلسطينيين بيجمعوا على ناس كتير، اللهم إلا مروان البرغوثي، يمكن الضيف، بشوف الهتافات منكم يعني. مروان البرغوثي يعني كأسهم في الشارع الفلسطيني يعني له وزنه. اي طبعا. فانت عارف السلطه كلها اقطاب وكلها مصالح وكلها بدها نفوذ وبدها كراسي، فوجود مروان راح يخرب على كثير ناس، يعني زي احمد الشيخ وزي ماجد فرج وزي، فهدول مش يعني بهمهم انه مروان البرغوثي ما يكونش في المشهد السياسي. صحيح. وبالنسبة للسلطة، يعني السلطة بدها أو بدهاش ما لها كلمة في النهاية، بس السلطة ما بتلعب دور في الموضوع هذا. هذه اللعبة أكبر منها يا عم والله. ما هي يعني السلطة سواء قالت بدي أو بديش راح أردوا عليها، مش عارف زي قلتها يعني. يعطيك العافية يا أبو سامر، ويسعد لي هالمسا. تسلم على وجودك معانا.